السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في بداية الدورة ومن بدء الدورة ولغاية الآن بنستخدم الوين بوكس. أكيد في استفسار انه هل ممكن انه احنا ندخل على برمجة المايكروتيك بدون استخدام الوين بوكس؟ طبعا لاحظنا انه الوين بوكس هو مخصص للويندوز فقط، واحنا اذا حبينا نشغلها على اللينكس او أنظمة أخرى بنحتاج الى برامج مساعدة لتشغيل هذا الشيء. يعني لاحظنا انه في اللينكس لازم يكون انت عندك واين، واذا حبيت تتعلم تنصيب الواين راجع في الليستة في دورة اكسترا اللي هي دورة مفتوحة ما تنغلق، هي لحل مشاكل اللينكس مثلا يواجهها المستخدم ونحل مشاكلها. هناك انا شرحت الواين كيف تتحمل وتتناصب على الفيدورا. فبهذا الحالة لاحظنا انه الواين بيشتغل عفوا، بس لكن في طرق اخرى ايضا برمجة المايكروتيك، منها الويب عن طريق الويب اللي هي احنا نسميها الويب فيج، وايضا انت عندك طريقة اخرى اللي هي التيرمينال الاس اس اتش. بالنسبة لللينكس الاس اس اتش والاو اس اكس عادي جدا يدعمها بلتن داخلي، لكن بالنسبة لجماعة الويندوز ما عندك اس اس اتش، ما في سكيور في الويندوز، لذلك حتحتاج الى برنامج يعمل هذا التنال سكيور اللي هو اس اس اتش. هذا التطبيق اسمه بوتي. البوتي تطبيق ممكن تتحملها، هذا اللي كلاينت فور ويندوز تلاحظ، ممكن تحملها من الانترنت بالدخول الى موقع بوتي. تلاحظ انه في عندك في عندهم اصدارات، بس لكن انت اللي يهمك هو داونلود بوتي، تضغط على بوتي هير حتحمل اي نسخه من هذه النسخ البوتي. في عندك هذا اوتوران، وفي عندك ايضا الانستلر اتوقع هذا اللي هي انستل يتنصب في داخل الحاسبه. طبعا بالنسبة لللينكس أو ماك كل اللي تحتاجه أنت تحتاج أنه أنت تعرف الـ IP للراوتر، أوكي الـ IP للراوتر. طبعا هنا أنا ما راح أستخدمها، أوكي موضوع اللي تريده أنت فقط مجرد تكتب SSH، أوكي SSH، وحتكتب مثلا admin at وتكتب الـ IP، يعني مثلا 192.168.88.1، هذا الـ IP هو الـ Default IP اللي يجيك بها المايكروتيك، أوكي. بعد ذلك تضغط على Enter وحيبدأ بالاتصال. طبعا ما تصور انه حيعمل هنا اتصال لأن كون انه أنا مو من هذا الرينج، أوكي ما رابط المايكروتيك، هو حاليا في الـ Virtual فما راح يلقاها، بس أكيد حاعطيكم فكرة كيف نستخدمها في التيرمينال، لأنه في عندنا أيضا دورة، يعني في عندنا أيضا من هذه الدورة كيف نستخدم التيرمينال في برمجة المايكروتيك. فهاي أبسط طريقة أنه أنت تعمل كونكت مع المايكروتيك عن طريق الـ SSH. مجرد تكتب SSH admin at 192.168.88.1، هذا هو الـ IP default للـ مايكروتيك، كل أجهزة مايكروتيك. فبعد ذلك حيسألك على الباسورد، تكتب الباسورد حيفتح لك التيرمينال. المهم أكيد حنجي على موضوع التيرمينال والـ SSH، بس في البداية خلونا مع الـ Windows Application. طبعا هنا عندي مشكلة، ممكن نعمل مونيتور كنو مونيتور، ممكن مننا نعمل لك كيل this one and yes okay. زين نرجع للويندوز. هنا انت لما اشتريت المايكروتيك وبتحب انه انت تربط المايكروتيك، حاليا انت تريد تستخدم المايكروتيك عن طريق الويب فيج اللي هي ويب بيج. زين كيف احنا نبرمجها؟ احنا قلنا انه انت المايكروتيك حتكون من ضمن الرينج 192.168.88.1 صح؟ لما اعمل انتر حيظهر لي هذا الشيء. السبب واضح، لانه المايكروتيك حيحتاج انه انت تعمل كونكت من ضمن الرينج للاي بي، فاذا حتحتاج انه تذهب الكمبيوتر اوبن وتعمل هنا الايثرنت من ضمن الرينج المايكروتيك، دبل كليك هنا حتعطي له 192.168.88 مثلا 88، اوكي 192.168.88.1 اللي هو الراوتر. خلينا نعمل اوكي، نعمل اوكي، ننزل هذا، نغلق. هنا نجي نعمل مرة أخرى ريفرش، ممتاز. إذا أخذنا إلى الويب فيك. طبعا في الويب فيك أول ما تلاحظ أنه في عندك الكويك سيت. كويك سيت هي الضبط السريع، أنه بيسألك من هنا بيقول لك المود، هل تريد انت راوتر او تريد بريدج. لاحظ بيتغير اوتوماتيكيا كل السيتنجز.
هنا الادريس هل تريد تعمل ستاتيك اوتوماتيك تربل بي او اي. الاي بي ادريس تضعها هنا نت ماسك من اي رينج هو بيعطيك يقترح الرينج. الجيت واي ايضا تكتبها. الدي ان اس سيرفر تضغط عليها وتكتب الدي ان اس سيرفر مثلا اوكي، والماك هذا الماك موجود، الاي بي نت ماك هذا بالنسبه لللوكال نتورك اوكي، هذا بالنسبه للانترنت اللي انت بتاخذها. اذا اوتوماتيكلي لاحظ لو ضغطت على الاوتوماتيكلي بمعنى انه بضغط على رينيو اوكي، طبعا هذا حيتغير يقول لك اوكي حتى تعمل له ابلاي، بس احنا ما راح نعملها حاليا ابلاي اوكي ريليس. ممكن يكون الترابل بي او اي تكتب اليوزر نيم والباسورد اوكي، وبعد ذلك اللان بالنسبه لللان كيف تريد تعطيهم الاي بي. تلاحظ انه ايضا الفي بي ان ادريس هو هذا، والسيستم ايدنتيتي هي مايكروتك. هذا اسرع شيء انه تكتب لنا اليوزر نيم والباسورد. هذا بالنسبه للكويك سيت. كذلك ممكن تعملها بريدج. في البريدج تلاحظ انه في عندك انت الاي بي ادريس، في عندك النت ماسك، في عندك الجيت واي اذا تحب تضيف، في عندك الدي ان اس ايضا اذا تضيف، وفي عندك ايضا اللوكال طبعا سوري اوكي، في عندك البريدج اول لان بورتس في حاله انه اذا تريد كل اللانات تعملها بريدج ممكن تضع هذا الصح. وكذلك الفي بي ان اكسس نلاحظ انه في عندنا الفي بي ان ادريس هذا اوكي. اذا حبيت انه انت تفعله لاحظ انه لما افعله في يطلب من عندك الفي بي ان يوزر في بي ان، والباسورد ايضا ممكن تغيره في حاله اذا حبيت تعمل عليها سكيورتي. فالراوتر ايدنتي كذلك حيظهر لك هنا، واليوزر نيم عفوا الباسورد كونفيرم للباسورد انت حتعمل، وابلاي كونفيجريشن مجرد ما تضغط ابلاي حيعمل لك ابلاي. طبعا احنا ما وضعنا اي بيات لهذا ما يعمل ابلاي. كذلك ممكن انه احنا نعمل ايضا كونفيجريشن باللي احنا عملناها سابقا نفسها ممكن نعملها في الويب اوكي. هنا بنلاحظ انه في عندنا بانل الانترفيسز، بنلاحظ انه انا اوتوماتيكيا في عندي الايثرنت 1 عفوا لين انا ضغطت عليه كليك، عندي الايثرنت 1 وعندي الايثرنت 2. نلاحظ هنا حرف الدي ايضا اللي هي بمقصد الدايناميك اوكي. كذلك ممكن انه الاحظ هنا في سهام في بعض الايتمز، بمعنى انه لو ضغطت عليها حيظهر لي اشياء اخرى في داخلها. لاحظ عندك الارب وهي الاشياء اللي احنا درسناها سابقا، فاير وول، دي ان اس اوكي، فهذا كلها موجوده في الويب فيج. نشوف التايم 7، خلينا نمشيها لحد العشر دقائق. اذا انت ممكن تعمل كذلك مثلا لو اجينا على السيستم مثلا للاسفل في عندنا سيستم، في السيستم عندنا وين انت كان المفروض يكون هنا اوكي يوزرز اوكي. نضغط على اليوزر نلاحظ في عندنا يوزر اللي هو ادمن فول. ممكن ان انت تضع اد نيو اوكي، بضيف يوزر جديد مثلا لو كتبنا هذا اليوزر اسمه محمد، enable والجروب هو فول او ريد او رايت حسب اللي انت تعطي له اياه، الالو ادريس بمعنى الادريس اللي انت تسمح له انه يتصل بيها. كذلك ممكن تكتب هنا الباسورد كونفيرم باسورد، وتكتب هنا كومنت ايضا. فالباسورد حيكون مثلا محمد نفس الحاله، والكونفيرم باسورد ايضا حيكون مثلا محمد اوكي. حتعمل هنا ابلاي اوكي، وحتعمل اوكي. هنلاحظ انه في عندك محمد ايضا انضاف. طبعا بمجرد ما تعمل عليه كليك حيظهر لك الخانة مالته، وإذا حبيت أنه تعمل عليها أي change أو تعملها disable أو enable. لاحظ هنا أيضا عندك ال last login أنه بيقوم بتسجيل الآخر دخول إليك ويحدثها مع التاريخ. إذا هذا في حالة إذا أنت حبيت تعمل مثلا for example add user. كذلك في عندك section اللي هو الباسورد أوكي. السكشن الباسورد اللي موجود ايضا في السيستم ممكن تغير الباسورد اوكي، اولد باسورد، نيو باسورد، كونفيرم باسورد. في الحاله الاولى احنا ما عندنا اولد باسورد، فراسا نكتب النيو باسورد والكونفيرم باسورد اوكي. طبعا خلينا نشوف الوقت، نوقف هنا، نكمل الدرس القادم، مع السلامه.